العربيه لو القنوات الاجنبيه بتيجي اهلا وسهلا، فالمنافسه موجوده في الكل، فلازم القنوات يبقى اقتصادياتها قادره انها تستطيع انها تكمل. ما ينفعش قناه فضائيه تبقى قاعده وبعدين بتقول لك والله ده انا ما عنديش فلوس اكمل، وبيطلب فلوس على الهواء الناس تساعده، وبعدين يصل الامر يقفل شويه وبعدين يرجع تاني. فالامور دي ما بتديش استمراريه بشكل كبير، ده من غير قادر على المنافسه في السوق. حضرتك كلمتنا عن الميديا ستوديوز اللي هي البرامج النوعية. عملنا عدد خطوات. اتفقنا بيه بالفعل واتفقنا، هي كانت قناه ام بي سي كانت طلبت انها تعمل هذا الاستوديو، عملنا الدراسات بتاعته، عملنا المكان اللي هينشا فيه، عملنا تكلفته، عملنا الرسومات بتاعته بناء على المواصفات اللي هم طالبينها واديناها له. لو اتعمل بالمواصفات دي هيبقى ايجاره كذا في السنه. ده لازم نعمل تعاقد سنتين على الاقل. هم عندهم الموضوع ده بيتم دراسته، انا مش هبتدي ابني فيه الا لما يكون مسوقه، انا مش هبنيه وبعدين في الاخر يقعد جنبي اخزنه. هو الاول بنقعد قصدي على الاساس انه انا بعمل الحاجه بمنطق التسويق، الحاجه دي هتجيب لي هعملها، مش هتجيب لي مش هعملها. يا فندم سؤال بالنسبه لمجموعه الام بي سي، احنا كان في تعاقد من سنتين مع الاتحاد الاذاعي والتلفزيون وعندك اختبار وبرنامج انا مصر. تمام. كان في بروتوكول تعاون ما بين مجموعة الام بي سي وما بين اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لا البروتوكول ده لا طيب خلينا نقول حاجه ثانيه، ان حضرتك ما فيش اتجاه او توقيع بروتوكول تعاون او في اتجاه ما بين مجموعة الام بي سي ما بين مدينه الانتاج الاعلامي، خصوصا ان يبقى في شراكه في ايه بقى؟ شراكه في الانتاج يا فندم، في انتاج المسلسلات زي مثلا قناه النهار المحدده. مش مشكله خالص، بالعكس مسلسلات كويس، بس هم الحقيقه مش داخلين شراكه لان هم